صورة هذه الفتاة تكاد تكون الأكثر تعبيراً عن مهرجان طرابلس تاريخ وحضارة، إلا أن فئة من الشباب خرجت للتعبير عن حبهم لتراثهم وأهمية إحيائه بعدما حرموا من مثل هذه الفعاليات منذ أكثر من 40 عاماً. هذا المعرض يحيي أشياء من موروث طرابلس القديمة اللي كانت شبه اليوم شبه نسيناها جميعا، وحتى من أكبر منا سنا شبه نساها. فهذه شباب، مجموعة من الشباب صغيرة في السن جدا، يعني غير من الغير مش متوقع أن هم ينجزوا عمل زي هذا. حرية جديدة للتعبير عن الثقافات المحلية الليبية باختلافاتها. مهرجان طرابلس استمر 3 أيام برعاية المنظمات الخيرية ليشهد إقبالاً من مختلف الفئات العمرية المتعطشة لرؤية تراث بلد يحيا برأي الكثيرين من جديد. وهذا طبعاً في الماضي ما كانش موجود، ولكن بفضل ثورة 17 فبراير ما شاء الله الإبداعات كلها ظهرت على مستوى راقي. التراث متاعنا القديم اللي هو كنا محرومين منه في الأيام السابقة. المهرجان لم يقتصر على الزي الوطني والصور، بل شهد فعاليات موسيقية مقتبسة من التراث الليبي المتنوع بمناطقه وقبائله. هدي العليان، العربية.